السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان رهن نبض ينرول يسومالي محمد ميول بتأدويه كجس وانتهين وواسك تقبلوا وها قبلوا فارح ولا الكيس معه كيك يا رب بشير بالله متناين حسقور سعيب كيس قرش ودرس كيس كنوا لا أراؤنا قرسيكو صاها جابك جالكتي مع الشورية بنا وين شن تابق بقوري ميل والبيت أدويه كجس وانتهين سود وهذا رهن نبض ينرول قعمها إلهي إذن مجوية إذن كوير فرحاً إلهي إذن مجرو سودة وهذا شير قرية عجلدة جارسية بيش والبا يميول بكتورة إذن كو مهسم رونتا إيا حقيق دو وحا أي تهيبا بناك لصودة جايا وردق دق أه أو هادا صودة عاي أو صومالي محمد ميريه إذن كو جران إذن كده بجيريا ومادا وحال الدونية ساعرير أو كوبان إن لغو وارو لغو وريريو مسك حضوضنا لجوب الدولة أمد الصومالية لكن دعي ماش أنت أودقبلو عافمات قبل إن شاء الله هدو إلى إيران هذا وح صودع ور شيءيو إن لا ويرري حرادة حلنة لبعتن كي سنة لا صودع فين حرادة حلنة حبض اللجو توري مجند باق منجري مجند أيق منجري لبعتن كي سنة لا صودع في حرادة حلنة حبض اللجو تورو مجند باق منجر لكن إسلام مركب لكن عاوة يمانتا وحا ميريها قبصدي إن ويرر لغو قاضي حرادة حالانة أو ويرر كو قاضين عيدما الشباب الشباب مقدشة أنسو قلين كانترون مقدشان أنسو ويررين أيا وحا ويرر كو قاضي ميش اللي يرادة حالانة كالايا مراكرو يوروبيان يونيو أفريكا يونيو بلايا يونيو وو يه بروبلم باه هنو كالي عناق ناقا دادعية حالان او لباتان سنة ان لويررين ايا عاو او شركي لوفر ليا اينا عيدة مدى حوق الدلك سوماليه لوريغان اوود الدلك ايا لويرري امي سوم هايقا دادعشو يوروبيان يونيون عناق هايقا دادعشو امريكان عناق هايقا دادعشا دان سوماليه سوماليه يالا اذي خلدين مانتا وحا لو فرديا شركي عيدمدا حوغ دلك الصوماليين كلا وريغيين امنيغا قرنكا الصوماليين مانتا وحا لغو ليهاي حرادة حالان او لباتان سنة لويررين عيدة ودواتنا سنايبر او توغنجري حبادا لغو سورودانا مغند اي قبنجرتي يا عاو وحا لغو ليهاي ويربا لغو قاد عاو إيه ساك وحا لغو ليهي ويربا حلانا حلانا دك 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 ويربا لغو قابي ميريها قليا آتكولا كقرا وررك قرا نيوز كقرا هل لغو دبيا عالمك سوماليا مقرر يساق ولي حالان دي ويحونتهاي إذا ماذا آمسو مهسي جوغان هول نوع عاسا جرتو رونتا وإنان كهدل دا سومالي محمد لغيستا دقبلا وصفعانو لغيستا دلك مانتا انت اوسن شركان باللابانين هادا عانكاها اللييو او عيدا مدر نادا حوق دالك الصوماليات كلا وريغا يان اوود دالكين الصوماليا اللي ان 2022 يو قرشاها احا انا عيدا مدر حوق دالك الصوماليات لا وريغان اوود دالك الصوماليا اللي ان فوفو اي افريكان اي افريكان يوريون كل اي الله بقول او دولار بيكو قادرين امنيق دالك الصوماليا انا يسوغان ويلاش النظر الصوماليات هرمعت إيا قرقر إيا مقرره ساع إذا ماذا كالدوان بوليسكي قيبوه إيا ملتري كالدوان إيا النبسوغي ديسا كالدوان إيا أسلوب تيسا كالدوان وحي قادنا إيا بقول دور لاو بقول دور أم الصوم أو أغاند إيا رواند إيا بروند إيا كيا كسعوتانا كن إيا شام بقول أو دور بكو قادنا إيا وين نجا تاجرين قرية نجا نستوي ويلاش النظر نواقع جاسعين رقا انت إيا حبادة كن عدنا وويلاش النظر نجا يست هذا الكلام مانتا سومالي يا لغو والي يا رمسكح ذا هذا لغو عيارن روب لباهنا والله بو سن دور شدن و سن جو جنكرن أساقي دولة مراكك أميريكان أنا أنا أدقبلو إذا الله الليو يا موادن أميريكان أو مراكك أشي دولة دا أميريكان كما أقلانا يو إيري أرمها سومالي أرميه دا قدها فرحة لقشو كما أقلاني نقايشو
وبل صور كان فيري سوماليا وأخلي هذا لقاعد عاد عريو يصير مسكح هذا اللوجو عياريو يا كتو سينا رولا باهنا ما توه مريا هر إذا ما ده حق ذلك سوماليد ودي ده إنه أود الله وريجان صور كبرتا صارن ورولا باهنا يسافر كمريكا وما تكو إكسسايز كوسا مينايو ما تكسسايز كوسا مينين لك جيم كيوتان وأردين فيري صور هذا فيري exercise bay sameerayeen way ku ordayeen xalana dhaxdiisa ku dhax ordayeen inay amni tahay bay tusayeen bag 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 wariyada navy seals ba meesha soo weeray oo ka codsaday roble safiirka mareykanka safiirka mareykanka uu dhageysho soomaaliga duqbulo waa lagu fasiraya am american am a taxi bear dalkayga soomaaliya inuu hagaago ayaan doonayaa oo duqbulo waa muwaadin soomaali ah ayaanahe waxaanahe muwaadin american soomaali ah oo quxootnimada dalkan mareekanka ku soo galay ma doonayo dalka native ka aan u dhashay aniga ee soomaaliyo in ambassador ka hadda cusub ee lageeyay soomaaliya dimuqraadi baan u vote gareeyay waana vote gareeraya laba sano hal sano hadda kadib waa lagu fasirayaa dar macaan hal sano laba sano kadib waa vote gareeraya لكن waxa ku fowd gareeraya qaabka aad maanta u dhaqmeysid ee theory-ga conspiracy theory-ga aad sameeyshid ee maanta xalana ku dabaal dagaysay adiga oo dharka jiimkooda ku urdeysay caawana aad naga dhaadhicinaysid in caawa al-shabaab soo weerarto al-shabaab aan ka taroolada muqdisho laga soo galo aan soo weerarin ee weeraraysa meesha aad maanta adoo American ambassador ah oo protection kaaga aan ognahay highest level u gaarayo My money, that's how you get the protection. Wallahi wal wufa siriya ninka adanka oho. E safirka ka ah Somali yo. I am American taxi bear. I pay the money right now you're getting the protection. I'm telling you right now. And I'm the one who vote the president of United States of America. I'm the one who give him my vote. Vote kaya siye. In Biden unnogdo midahwina America. He begged me vote kay u begray u ibariyay af Soomaali ba kugu sheegay waa lagu fasiraya af uga bariyay codkayga inaan siiyo si uu madaxweyne u noqdo dalka Mareykanka iyo siyaasadda arrimaha dibadda u xasiliyo iyo iga bariyay laakiin haday siyaasadda Biden oo adiga maanta ambassador uu kaaga dhigay Soomaaliya aad ku fikiraysid dalki Soomaaliyan aniga ka soo jeeda am Somali American Minnesota degan Soomaalida ugu badan Minnesota iyo Ohio degan tahay codadka ugu badan ee dimuqraadiga ay qaataan ee madaxweyne lagu noqdo Soomaali ba iska leh hadda dalka naga disable ku sameeyayshid oo aad community-ga Soomaaliya dalka ay ka soo jeedaan qaxootnimada uga soo arreen aad disable ku sameeyayshid oo aad maanta damacsan tahay meesha aad galabta ordaysay oo Navy Seals US Marines my soldier a protection kusini in yaa wala soo weeray adweelaha ka dhaadhicinayshid we will see after 2 years ye campaign ka Minnesota ye campaign ka Ohio ye campaign ka Seattle Washington ye blue state sida uga dhaco ayaan arkayna qaabkaas uu la hadlayna safiirka Mareykanka qaabka noocaas ah ayuu duqbal uu la hadlayaa safiirka yar yar ee Muqdisho jooga ee baahda dilan wadan qiimo leh looma dir لكن بايدن بان حساب تماينا إيا وزير كيس أرميها الدبادة أنه ويانيكو أسهر نقون دونا دقبلو ومنسوطة دقن إيو عد كيغو ويدي سندر منسوطاي عد كينا إسيا أنه ويقفك عد كيسا ويدي سندر إنو تيرم دوما كسهر نقضو نيكال إيرادة بايدن حالك آغاتك مرايكك دادك حييسينا يو إيواتو لكن حقيق دو وحي تايباني دي شيك رولا باهرا ومانتا نيكا كودة بالدقا يي ميشا اللي يريه ذا جز محوها هاي حرارة كو ارضيي نركا اكساسيس كيسا كوتي اذيو احا قابكا اد مانتا ومانتا الصوماليات او قد دا عين كرتان اذيو ايو مسكين كان حوني سفير كان لغو لي يي انا الله اللي دي شي توس بارو لحال اذيو قد دا عين ايسان كان ترولا دا مقدشو حبتك مدعين الشواب صوغ الشي لما عرق قوري سوق علينا لبارك ده كده حلنا على قص سوق علي مركع إذا ما تليانة إذا ما أمريكانة إذا ما إنجليزة يا ويرالي إذا ما وجديس بحبت سكرو ذي دو 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 دو
si loo baajiyo looga hortago wiilashaday wiilasheenna iyo gabdhaheenna Soomaaliyeed in ay la wareegaan awoodda dalkooda. War dalkan Soomaali waa iskale, roob la baahanow dalkan Soomaali waa iskale. Soomaali maxamed ay ogaada maanta waa maalinta ay ku ekeed loona fadhiyey in ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ay la wareegaan awoodda qarankooda. War wiilashanada goormay la wareegayaan awoodda qarankooda? maalin walba ma ugaadhiisanka intaa la eg yahay ba qori 1200 qaadan wiilkeygana 200 bu qaadan, 1000 dollar bu qaadan addoomeygan, wiilkeygana 200 dollar oo salary ah iyo 300 dollar oo raashin bu qaadan. Maya, dhici mayso, la idinka ogolaan maayo. Annagaa soo bandhigayna safiirka Mareykanka ay mooryaantu aaminsan tahayna annagaa la hadlayno si toos ugu sheegayno. Safiirow dhagayso, I'm speaking Somali, I'm not speaking English, but they will translate this lecture-ka aan akhriyo, way translator bay kugu sameynayaan. Listen carefully. Biden, I'm the one who voted. Biden, sababahan ugu vote garay waxaa ka mid ah in aniga oo muwaadin American ah first u iga dhigo, second adduunyada uu nabad kula noolaado, thirdna dalka aniga aan ka soo jeedo ee neerifka aan u ah ee Soomaaliya inuusan dhibaato u geysan, yaan ka codsaday inuu waxtaran ma ogiyo inuusan dhibaato u geysan. Laakiin safiirka Soomaaliya Mareykanka laga diray hadduu dalkeena dhibaato u geysanayo uu iska dhaadhicinaya Soomaaliya inuu lugaha ka goyn karo. We are Somali American and we love Somalia and I'm proud to be in an American. Yesterday you the one who doing the exercise halane and you know how protection kaagu yahay waa la socotaa. Sideed uga dhaadhicin kartaa saacadan iyo waqtigan iyo xalada dagaal iyo weerar lagu soo qaaday adoo yesterday diyaarado drones ah Marines ka Mareykanka aniga aan lacagtayda ka bixiyo iyo US Army ay ku ilaalinayeen maraakiibta ay joogeen dagaal yaa weerar lagu soo qaaday. We smart dalkeena waxaan u doonayna peace. We don't need a fight, we don't need occupied soldier, we need our soldier to take the security of dalkeena Soomaaliya. That's the period, that's the bottom line. Anaga aan aaminsanahay haddaan Soomaalina xaqiiqda Soomaali maxamed dhageysi marka ani safiir iyo waxa la hadlay iyo baahanaan dagaal kula jira. Laakiin maanta maalinta ay ku ekeed waa 2022 March April in ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed lagu wareejiyay amniga qaranka Soomaaliyeed. Laakiin roobla baahane iyo gruubkii social access kusoo simi xalane meelay ka furfureen ciidamada uu safiirkan wato ee Navy Seals-ka loo yaqaan meela weerar ka soo galaan xabada rudaan. Maanta idaacadaha la yiraahdo weerar baa lagu qaadayay, doorashadii ma dhici kartay, buuq baa jiray, Farmaajo inay guuleysanayay ogyihiin. We love Farmaajo. Farmaajo is the best president of Somalia. Wallahi nana beer ahayn. Weer Soomaali Maxamed oo dhanna way ugu raacsantaa hadalka asaga. Soomaaliya waa guuleysatay, weyna guuleysanaysaa. Roobla baaharow intuu duqbilow caafimaad qabo nasan meyshid. Inta duqbilow uu caafimaad qabo wallahi baad nasarin. Hawshaa socod Soomaali Maxamedna ha guuleysa. Hadalkaa sidaas ula socdo. Xalna la weeraray safiirka Mareykanka weerarkan soo qaaday iyo Roble si ay doorashadan u joojiyaan. Hadalkaasi waa inaad si fiican u fahataan. Roble iyo safiirka Mareykanka iyo ciidamada AMISOM ayaa weerarka qaaday si aan ciidamada AMISOM looga saarin dalkeenna. Wax kale ma jiro. Warwaadi salaam, assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.